خدامة اسمها ليدا خطفت طفل عشان تستخدمه في طقوس شيطانية، يدخل عشيقها توكر يدور عليها ينقذ الطفل، تموته وتكمل طقوسها على الطفل، يدخل اهل القرية عليها بقيادة واحد اسمه بيك، ولكنهم اتأخروا وقتلته عشان تحيي ابنها المصاب بمرض خطير. بعد سنين واحدة اسمها جينيفر مع حبيبها ايفن هتحتفل بعيد ميلادها النهاردة، مش عامل لها مفاجأة عادية، جايب لها هدية بس هياخدها ليها وحضر الشنط كمان. انطلقوا في رحلتهم وتقول له حاسة انك هتموتني في عيد ميلادي صح؟ يقول لها عرفت منين؟ اصبري بس لحد ما نوصل. بيت قديم تنصدم فيه ويقول لها حطيت كل استثماري فيه، تستغرب وتقول له بيت مهجور في منطقة معزولة وتتخانق معاه ودي اسوأ هدية عيد ميلاد. يقولها انا بأمن مستقبلنا ويديها رسالة كتبها ليها انه هيتجوزها وكمان كتب البيت باسمها، وشها طبعا يتغير وتعتذر له ويقولها لو طورنا البيت ده هنكسب منه ملايين. يدخلوا البيت اساسه مش بطال والكهرباء مش شغالة وتلاقي جينيفر انتيكة قديمة اصلية سعرها هيكون غالي، ويقولها انا اشتريت البيت باللي فيه الحاجات دي بتاعتنا والمطبخ حتى تمام والمية شغالة بعد كل السنين دي. مستغربين ليه عيلة عندها البيت ده ويبيعه بسعر رخيص. يحاول ايفن يصلح في الكهرباء يفشل، يلاقي باب مكسور قدامه وشكلها مقبرة غريبة، يخضوا الكهربائي ويقول له امسك نفسك، ويلاحظ انه وقع على خشبة غريبة متعلق عليها راس غراب فيخلعها، والكهربائي بيصلح الكهرباء يموتوا السفاح ويشغل بيه الكهرباء وياخد الجثة. لما تيجي جينيفر تفتح التلاجة تلاقي أكلة خنزير قديمة متعفنة أكن العيلة اللي كانت هنا ملحقتش تاكل وجبتها الأخيرة، وكل ده والسفاح مراقبهم. قرروا يروحوا الماركت يشتروا حاجات للبيت، وهم هناك يقولوا للبياع انهم اشتروا بيت توكر القديم، ملامحه تتغير، واحد اسمه بيك يقول لهم اسوأ خيار، البيت ليه تاريخ مظلم، والبيت محدش ورثه من عيلة توكر لان مفيش حد اتبقى منهم، كلهم اختفوا في ظروف غامضة، اهم حاجة ما تجوش ناحية المقبرة اللي عند البيت، ما يهتموش، ويقول لهم البياع سيبكم منه ده بيخرف، ويمشوا. عمل ايفن مفاجأة لجينيفر، وجاب صحابهم كلهم يساعدوهم في تنظيف البيت، ويحتفلوا بعيد الميلاد، ويروح ايفن مع مايك وفريد صحابه يستكشفوا المقبرة. يلاقي ايفن ان الحفرة اللي شد منها العصاية كبرت اكن حاجة بالظبط خرجت منها، فمستغرب، ويقعد مايك يشد في باقي العصيان وهو مش واخد باله انه بيعمل مشكلة، ويطلب ايفن منهم محدش يقول للبنات عشان ما يخافوش. وصل بيك ببضاعة جينيفر وينزلها ويترعب اول لما يشوف الشباب جايين بعصيان حبس روح السفاح، وكده حرروا اللعنة. يركب عربيته بسرعة وتقوله جينيفر في ايه يسيبها ويمشي، يقولها ايفن سيبك منه لانه غيران ان اشتريت البيت قبله وضيع فرصة استثمار زي كده، ويكملوا رحلتهم لتنظيف البيت ومش عارفين اللي مستنيهم. لقت انت مكنة الخياطة بتاعت الخدامة ليدا زمان، ولقت هاليري مذكراتها القديمة، والشباب لقوا باب جاي منه ريحة وحشة ومقفول بقفل مش عارفين يفتحوه. تنحرف عليهم دمية غريبة وطلع مايك بيهزر معاهم فيضربوه، وتلاقي جينيفر ملابس الخدامة القديمة، وكل ده والسفاح مراقبهم بيفتكر لما كانت امه بتخرج مع توكر وانه ابنه الغير الشرعي بس اتبرى منه بسبب مرضه وعشان يحمي سمعته، وجات مرات توكر الاصلية بسلاح عشان تموت الخدامة وتريح نفسها، ولما تقفشها يقتلها توكر عشان الخدامة اللي هي اصلا قتلته بنفس الطريقة في الاول. وفريد بيعمل حمام بالليل يجيله السفاح يفتكره صاحبه مايك بيهزر معاه زي العادة، وللأسف ما موتهوش وبس، لا ده خد وشه عشان يلبسه كقناع. حبيبة فريد هاليري بتدور عليه، يجيلها السفاح كمان ويموتها، وجينيفر مش عارفة تنام بالليل. تمسك في مذكرات الخدامة ليدا وتلاقي انها كانت بتحب ابنها جدا، وبسبب مرضه الخطير ما كانش عندها حل غير انها تقدم تضحيات دموية، بدأت بالحيوانات ولما ما جابتش مفعول وصلت للبشر عشان تنقذ ابنها، وصور كتير لرسومات اكنها شعوذة بالضبط، وانها حبست ابنها بعيد عن الكل عشان تحميه مهما كلف الثمن. تخاف وتقلق جينيفر جدا، وشكل كلام بيك البياع صح،
الصبح تلاقي فريد وهالري مختفيين، وايفن عامل لهم الاكل، وتقول انيت اكيد فريد وهالري راحوا ياكلوا في مطعم فاخر لانهم اغنياء، واكل ايفن شكله وحش لما يدور ظهره ويروحوا يرموه بسرعه عشان ما يحرجوهوش، ويمشوا للماركت عشان تفهم جينيفر حقيقه البيت ده، وتسيبها انيت تروح تجيب الاكل هي، وتدخل جينيفر تدور على بيك تلاقيه في المذبح وتساله ليه مشي بسرعه امبارح من عندهم، وايه اسرار البيت المظلمه دي، وايه سر المقبره اللي عند البيت. يقول لها الخدامه ليه ده كانت مشعوذه وبتستخدم البشر دمهم خصيصا عشان تنقذ ابنها، لدرجه انها قتلت ابن الرضيع، وانا اللي حاولت انقذه زمان وفشلت وانتقمت منها وقتلتهم هما الاثنين. لو عايزه نصيحتي لازم تمشوا من البيت ده فورا. ينزل مايك يحاول يشوف الكهرباء بترعش ليه، يلاقي قفل الباب الغريب اتفتح لوحده، ينزل يلاقي جماجم بشريه والسفاح بقناع فريد قدامه فيفتكر انه مقلب وموته السفاح، يقلق ايفن عليه فينزل يلاقي الباب مفتوح فيتوقع ان مايك هيعمل مقلب فيه، فيقرر يعمل هو المقلب في مايك ويقفل عليه الباب. يطلع له السفاح بقناع صاحبه مايك ويهجم عليه، ويهرب ايفن بسرعه والسفاح وراه، يروح الحظيره يستخبى في القش، السفاح ياخد خطافه حاول ايفن يدافع عن نفسه بس للاسف موته السفاح، ووصلت جينيفر وانيت البيت. تقعد انيت تدور على حبيبها مايك، تلاقي انه سايب لها رساله على الحمام فتدخل، وعم بيك شارب على الاخر وجايب سكينه صغيره عشان يموت السفاح تاني، وانيت بتستحمى يجي لها السفاح يلمسها فتفتكره انه حبيبها مايك، ولما تبص موتها السفاح. تسمع جينيفر صوت صرخه تطلع تلاقيها وللاسف ماتت. تحاول تتتبع اثار الدم عشان تعرف مين عمل كده، تيجي تفتح الباب يهجم عليها السفاح وتهرب بسرعه للمخبأ بتاعه وتستخبى، يخرج السفاح عشان يجيب جثه ايفن وجينيفر مستخبيه في القش مصدومه، وعم بيك دخل بعربيته سياج البيت ويحس السفاح بيه وهو بيبص لوشه الجميل في المرايه، ويروح له تلاقي جينيفر ان ايفن لسه حي، ولما تلاقي السفاح جاي للاسف ما عندهاش حل انها تستخبى تاني، وقتل السفاح حبيبها وهو باصص لها يا عيني، وخد وشه عشان يعمله كقناع، ووشه الحقيقي متاكل بسبب المرض اللي عنده. يروح جده بيك يحارب السفاح بحته حديده، اداله بالبنيه في وشه والسفاح اصطاده بسهوله، يجي يموته تنادي جينيفر عليه، تنادي جينيفر عليه بلبس امه ليدا الخدامه، وشايفها في القناع كامه وانه حنلها، ولما يروح يحضنها يهجم عليه بيك، وتستغل جينيفر الفرصه وتموته اخيرا بوشه الحقيقي القبيح. واخر كلمات عم بيك لجينيفر، احرقيه لا يرجع تاني، انتقمي ليا، تجيب عصايه حبس الارواح الشريره والبنزين عشان تولع، تيجي الشرطه في الوقت الغلط، ويجي واحد كان كلمه ايفن قبل ما يموت عشان يعين اساس البيت ويبيعه، يقول لها ان سعر اساس البيت غالي جدا بقيمه $1,000,000، عارف انه مش وقت مناسب بس لازم تفكري في الشيك ده، اسف جدا لخسارتك، ويقول لها الشرطي انا ما عنديش حاجه ادينك بيها، انت حره. تمشي ومش عارف الشرطي يا عيني هتكمل حياتها ازاي، وهي في الطريق مصدومه خسرت كل اصحابها في يوم عيد ميلادها، وتبص في المرايه تلاقي عربيه الشرطه جايه وراها، ويطلع السفاح موتها عشان تحصل صحابها باقناع الشرطي اللي قتله، ياخدها في عربيته ويمشي، واوعى اوعى تنزل بيت مهجور الا لما تعرف تاريخه الاول. سفاح مختلف شويه، بيقتل البشر وبيستخدم وشوشهم كقناع لوشه القبيح.